يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بلوغ القرآن إلى الناس يعتبر حجة وإلا لابد من فهم القرآن؟ إن بلغه القرآن وهو عربي يفهم لغة القرآن قامت عليه الحجة، وأما إذا كان ما يفهم العربية فهذا يبين له، يترجم له المعنى، يترجم له المعنى، فإذا ترجم له ووضح له المعنى قامت عليه الحجة. نعم.